بصوا شباب، في اكتر من واحد ايه كلمني قال لي يا دكتور احنا عايزين تمرين للتشيست، تمام؟ زي ما احنا قلنا مفيش حاجه اسمها بنج، البنج دي يعني الدكه اللي انا هشتغل عليها، البنج بريس، تمام؟ او اللي او الدكه العاليه او الدكه بتاعت الانكلاين، كويس؟ المهم التمرين بتاعها شكل جسمي بيبقى عامل ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه ان انا في اكتر من وضع، يعني في ثلاث اوضاع. اول وضع اللي انا ببقى عامل كده وراسي دي نايمه اهو ورجلي كعب رجلي كده. طيب دي ليه؟ دي للعيبه اللي اولا المبتدئين، ثانيا اللعيبه اللي عندهم مشكله في ظهرهم، اي حد عنده مشكله في ظهره ده افضل وضع ليه، تمام كده؟ وامسك عادي، امسك ضيق امسك واسع، وهنقول ايه الفرق ما بين الضيق وما بين الواسع، تمام؟ طيب المسكه بقى الصحيحه لو انا عايز اكسر ال1 ار ام بتاعي بعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، برجع رجلي كده اهو وبعمل بوس بظهري، بخلي فيه مسافه فاضيه من هنا، تمام؟ وبحمل قوي على صدري، انا ماسك البار اهو كويس؟ شغال اهو، وبقفل وبطلع، بقفل وبطلع. طيب في نقطة تانية مهمة جدا، القفل بيبقى كوعي مفتوح ولا مقفول؟ لا، كوعي بيبقى مقفول، ليه؟ عشان ما يحصلليش مشكلة فين؟ في الانتيريور دلتويد أو المنطقة بتاعت كتفي الأمامي من هنا، أركز قوي في المعلومة دي، يعني أنا ما بفتحش كوعي وما بنزلش للآخر، لا، أنا بقفل كوعي وبنزل إيه؟ بنزل لحد هنا بس، لو لعيب بيجنر لا، أنا بنزل لحد زاوية 90، لحد هنا بس، وبطلع. فاذا لو انا لعيب مبتدئ بنزل لحد الزاويه دي واطلع لحد الزاويه 90 بس واطلع. اما ما تجيش انت تقول له، ما تجيش المدرب ما يجيش يقول له ايه اشتغل وانزل لتحت وخلي البار يلمس صدري، الكلام ده مش صح. واللعيب المبتدئ يا جماعه واللعيب البيجنر اما اجي اشتغل عليه ينفع اشتغل على جهاز السميث احسن، ليه؟ لانه امان. ليه؟ لان ممكن ده يتحرك منه يمين او شمال او ما يعرفش يظبطه كويس، فلازم اخلي بالي قوي 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 من النقطه دي. طيب حاجه كمان بقى، هل في فرق ما بين ان انا امسك من بعد العلامه وقبل العلامه، يعني ماسكه الواسعه والماسكه الضيقه؟ طبعا يفرق. لو انا ماسك من الماسكه الضيقه، ماسكه اللي بعد العلامه دي هتجيب من عند الاسترينيوم، من عند الصدر من جوه. طيب الماسكه الواسعه هتجيب من عند الصدر من بره، تمام كده؟ طيب اللعيبه بقى الاوزان والكلام ده، لا ينفع ننتقل الاوزان ما فيش مشكله، دي اللعيبه الايه؟ اللعيبه اللي بروفيشنال شويه، تمام؟ وهنشوف الشكل الصحيح للتمرين بالظبط، يلا بينا. اهو انا قلت اهو، انا بقرب وبعمل قوس وبمسك. حاجه مهمه كمان يا جماعه، صباعي، في ناس بتشتغل بالصباع عامل كده، تمام؟ لا، انا لازم صباعي ده يبقى ملفوف قافل، صباعي ده يبقى ملفوف وقافل اهو اهو، هشتغل كده اهو، عامل قوس وانزل كوعي مقفول اهو واطلع، انزل كوعي مقفول واطلع، انزل كوعي مقفول واطلع، وما بشتغلش يا جماعه بسرعه، لا انا بشتغل بالراحه خالص اهو، تمام؟ وبجيب البار فين؟ في ناس تجيبه في اول صدرها، وفي ناس تجيبه في نص صدرها، وفي ناس تجيبه في صدرها من فوق. لا، انا بجيبه في نص صدري، او حسب هو صدري واقع فين، او ايه المشكله عندي، تمام كده؟ فيفضل ان انا بشتغل في نص صدري اهو، تمام؟ بشتغل في نص صدري، ليه؟ لان لو اشتغلت عالي غصب عني هفتح كوعي، وبالتالي لو انا فتحت كوعي اذا انا ممكن يحصل لي مشكله هنا، وده بيبان جدا. ده بيبان فين؟ اما اجي اشتغل عالي، اما اجي اشتغل عالي بتلاقي المنطقه دي بتوجعني، او في شكه في الحته دي. ايه سبب الشكه؟ ان انا عمال اتقل اوزان ومش واخد بالي، وبيبان برضه في الفرنساوي، لو انا شغال مثلا بالضم الفرنساوي يقول لك ده في شك جامد قوي هنا. الشك دي سببها ايه؟ سببها مسكه البار وفتحه الزاويه. اتمنى ان انا اكون فدتكم، كان معاكم الدكتور محمد طويل، ما تنساش الحلقه دي واعرف كل الناس.